خلفه ريكاردو كارافالو الذي عاد تشيلسي إلى المباراة بإحراز التعادل، لامبارد الذي سجل، والدرع الخيرية ترفع الآن للمرة الرابعة في ذاكرة البلوز. بداية ممتازة ودفعة معنوية كبيرة قبل أن يبدأ الموسم الإنجليزي الكبير في السبت القادم. تشيلسي عليه أن يقابل فريق نادي هال سيتي في ستامفورد بريدج، مباراة تبدو في المتناول. مع كل الاحترام والتقدير لمفاجآت كرة القدم، الاحتفالات الآن طبعا بالألعاب النارية وبهذه الأوراق التي تتساقط على شكل الأمطار طبعا، وتحت أنظار الرجل الإيطالي السيد كارلو أنشيلوتي. بداية ممتازة لهذا الرجل الذي يقول والده طبعا الفلاح الإيطالي صاحب 86 سنة جوزيبي أنشيلوتي، أنه في أصعب الظروف تجد كارلو أنشيلوتي محتفظا برباطة الجأش والثقة بالنفس. يصافح طبعا أسطورة نادي مانشستر يونايتد سير بوبي تشارلتون، أكثر من سجل في تاريخ المان يونايتد، وكان أكثر من لعب في تاريخ المان يونايتد، قبل أن يأتي أيضا الأسطورة رايان جيكس ويتحول لأن يكون أكثر من لعب في تاريخ نادي مانشستر يونايتد. هذه اللحظات الجميلة التي تعلن بداية موسم جميل للفريق الأزرق، بداية موسم ممتاز للمدرب الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي الذي خسره ميلان وكسبه تشيلسي مع إبراهيموفيتش. ولا أحد يعلم كيف تسير الأمور في سنة أولى للرجل الإيطالي الذي يتمنى أن يسير على خطى جانلوكا فيالي الذي أهدى نادي تشيلسي لقب كأس الكؤوس الأوروبية، وأهداه أيضا بطولة كأس إنجلترا، وأهداه بطولة كأس الدرع الخيرية في عام 1998 عندما كان لاعبا ومدربا. مشاهدين الكرام، من قلب العاصمة البريطانية لندن ومن هذا الملعب ملعب ويمبلي، وبعد هذه اللحظات التي كان فيها الكثير من الفرح وبعد ذلك ربما الكثير من العمل الجاد، لأن الدوري الإنجليزي الدوري الأطول والأقوى كما يرى الكثيرون على مستوى العالم، بحاجة إلى الكثير من الجهد حتى يكون هذين الفريقين وربما أيضا ليفربول وربما أرسنال وربما الفريق الذي دفع كثيرا هذا العام نادي مانشستر سيتي وربما أيضا توتنهام هوتسبرز، هذه الأندية قادرة على المنافسة وعلى اعتلاء القمة. ملاحظة أخيرة فقط، نادي مانشستر يونايتد إن توج بطلا للدوري الإنجليزي هذا الموسم في عام 2010 فإنه سيكون أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز اللقب الإنجليزي 4 مرات متتالية، وهذا يوضح مكانة هذا الفريق الكبير. لكن كما قال سير أليكس فيرغسون فإن الخطر الأكبر سيكون من فريق نادي تشيلسي. زميلي محمد سعدون الكواري، أرجو أن تكون أنت وضيوفك الكرام ومشاهدي الجزيرة الرياضية قد استمتعتم بهذه المباراة.